هو من أشجع فرسان العرب وأحدهم نصلاً، شاعر بليغ وخطيب مفوه وسيد مطاع من سادات قومه. ارتد عن الإسلام بعد النبي، وكان ممن قادوا القادسية في عهد عمر بن الخطاب. لكن كيف كانت نهايته؟ ولماذا ارتد بعد موت النبي؟ وما هي حكايته الطريفة مع الخليفة عمر بن الخطاب؟ ابقوا معنا. كان عظيم الخلقة تلامس قدماه الأرض عند ركوب فرسه، وكانت العرب تعرفه بمجرد سماع صوته الأجش. في الجاهلية كان فارس اليمن، وكان العرب قديماً يضربون به المثل في الإقدام والشجاعة، حتى اشتهر المثل القائل: فارس ولك عمر. وفد مع قومه إلى المدينة في العام 9 الهجري، وأعلن إسلامه وظل مسلماً فترة حياة النبي. وبعد أن تولى أبو بكر الخلافة ارتد عن الإسلام. السبب في ذلك أنه بعد وفاة النبي ولى أبو بكر الصديق والياً جديداً على اليمن، وكان عمرو بن معد يرى أنه أولى بتلك الولاية منه، لكنه سرعان ما أعلن توبته وعاد إلى الإسلام مرة أخرى، ليرسله الخليفة بعدها إلى خالد بن الوليد في الشام. استطاع خالد بن الوليد الاستفادة من عمرو وإقدامه، وقام بوضعه على ميمنة الجيش في اليرموك. هو وقومه اليمنيون اشتدت الحمى وتطايرت الدروع، وكان عمرو بن معد بين صفوف الجيش وأبلى بلاء حسنا حتى فقد عينه اليمنى. وفي حالته تلك كان يشجع الجنود قائلا: يا معشر المهاجرين، كونوا أسودا أشداء، فإن الفارس إذا ألقى رمحه يأس. وفي القادسية أمره عمر بن الخطاب بالذهاب مع سعد بن أبي وقاص، وأرسل له رسالة تفيد بأنه أرسل إليه فارساً بألف رجل، وأن يستشيره في أموره وألا يوليه شيئاً من أمر الجيش. كان بلاء عمر بن معد في القادسية أشد من بلائه في اليرموك، فقبل المعركة كان المسلمون يخشون من خراطيم الفيل الضخمة التي يجلبها الفرس معهم، لكن عمر أشار عليهم بضرب خرطوم الفيلة لتحييدها. ثم عند بداية الصدام بين الجيشين رأى عمر قائد الفرس رستم، فشد على فرسه وذهب إليه يطلب رأسه، وبالفعل استطاع أن يفصل رأسه عن جسده، وتسبب ذلك في انهيار معنويات الفرس بشكل كامل، ونال ثناء عظيما بعدها من سعد بن أبي وقاص. له مواقف طريفة مع عمر بن الخطاب أثناء خلافته، ومن بينها عندما سأله أذكى شخص واجهه وأكثرهم حيلة في حياته، فقص عليه عمر قصته مع رجل ترك جواده ونزل على بئر ماء ليشرب، فناداه قائلا له: قف مكانك سأقضي عليك، أنا عمر بن معد. فرد عليه: أعطني عهدا ألا تقضي علي إلا بعد أن أركب فرسي. وافق عمر، فطلع الرجل وأخذ بزمام فرسه ولم يركب جواده، فقال له عمر: اركب جوادك. فقال: يا عمر، لقد أعطيتني عهدا وإني لن أركب حصاني، وسأمشي على قدمي حتى أصل قومي. فتركه عمر وقال في نفسه: غلبني ذلك المحتال. وأما عن نهايته فقد اختلف المؤرخون فيها، فقد اعتقد البعض أنه قضى نحبه في نهاوند مع النعمان بن مقرن، وهناك بعض الروايات التي تقول أيضاً إن حية لدغته وفارق الحياة فوراً بعدها، واعتقد آخرون أنه فارق الحياة ظمأً.